السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الافريقي. التطورات الجديده فيما يخص اللاعب البرت هيلاري اللاعب النيجيري اللي باش يقوم انتدابه النادي الافريقي، الكل نستناو في هذه الصفقه. ما ثماش ما يتحرك الهجوم تاع النادي الافريقي، الاشكاليه الصغيره اللي هي ماهيش حاجه كبيره ياسر. الملاعب هذا كان يلعب في فريق بلاتو يونايتد النيجيري، الفريق هذايا يطالب بمبلغ قيمته 150 ألف دولار. حامد مبارك قاعد يتفاوض معاهم، هو الاداره تاع النادي الافريقي بطبيعه الحال بالتشاور مع شون بيرز وهيكل التخيل وجميع مكونات النادي الافريقي، قاعد يتفاوض معاهم من اجل التخفيض في هذا المبلغ يوصل على الاقل 120 ألف دولار، معناتها الجمله 400 مليون ونجيبوا الملاعب هذا بعقد لمده 3 سنوات. الملاعب هيلاري اجتاز الفحص الطبي بنجاح والحمد لله، ولكن علاش النادي الافريقي ما حبش يتسرع ويجيب الملاعب هذا كيما جبنا كيزومبي وجبنا علي يوسف باش ما نبقاوش نراسوا في الفيفا باش ناخذوا البطاقه الصفراء اللي تخول لنا الورقه، معناها اللي تخول لنا باش الملاعب هذا يكون رسميا في النادي الافريقي بدون حتى اشكال، وهذه اللي ما صارتش اذا معناها مع الملاعب هذا. لذلك بقى يلزم التشاور مع الفريق بلاتو يونايتد النيجيري والامور ماشيه في لحل هذا الاشكال، وباذن الله الملاعب هذا باش يكون في النادي الافريقي. الملاعب هذا قبل ما يجي للنادي الصفاقسي صارت زاده نفس الموضوع، بلاتو يونايتد طلب 150 الف دولار من اجل تسريح هذا اللاعب بالرغم اللي هو فاندو كونترا، كيف ما احنا خذينا مليار من صفقه شهاب العبيدي مع فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي بالرغم اللي هو فاندو كونترا، يعني من حد التكوين 9 سنوات في النادي الافريقي خذينا حقنا. نفس الشيء فريق بلاتو يونايتد النيجيري هو بده يطالب بهذه الامور، ولكن بما انه الامكانيات والتحضير الملاعبي مش كيما حضروا النادي الافريقي شهاب العبيدي كيما بلاتو، احنا فريق محترف فريق يصرف في اموال والفيفا يعرفوا الامور هذه ويعرفوا كل فريق قداش يستحق فلوس وقداش يدفع وقداش يصرف على اللاعب. الحمد لله باذن الله الملاعب هذا باش يكون في النادي الافريقي يكونوا مهمين وما غير ما تخموا فيها الحكايه هذه. ثم الورقه نتاع كيزومبي وعلي يوسف ان شاء الله وصلت الى اداره النادي الافريقي بعد ما راسل النادي الافريقي والموافقه كانت بالايجاب باش الملاعبيه هذم عندهم الحق يكوروا في النادي الافريقي، ولكن معناها هي ماهيش اشكاليه، ولكن يلزم ثم مفاهمه مع فريق مازامبي ومع فريق اهلي بنغازي، مفاهمه وديه باش ناخذوا الملاعبيه هذم الزوز واضحين ما فيهمش حتى نقاش. الفيفا موافق، الفيفا موافق، بقينا الفرق هذيا قالوا المحامين بتاع النادي الافريقي وبتاع الملاعبيه هذم اللي الامور قانونيه وينجموا الملاعبيه نتاعنا علي يوسف وكيزومبي من الجوله القادمه ضد شبيبه عمران يكونوا موجودين ويشاركوا مع النادي الافريقي. ثم موضوع تحكي ياسر الايمات هذيا خاصه اليوم خرج الموضوع هذايا اللي شومبيرز مستاء من قله الاشتراكات بتاع جماهير النادي الافريقي وقال راهو الاستثمار ما يجيش مشتركين اقل. قول لهم راهو الموضوع هذايا معناتها كوم كوا معناها حامد مبارك وجماعه ماهمش يقوموا بدور كبير في الحكايه هذه. نقول لكم راهو الاشتراكات في النادي الافريقي احنا راهو ماناش نحكيو بالفارق معناها حاشاكم، ماناش حالين المعامل ونجيبوا في الجماهير ونقولوا لهم قصوا بالكريدي، قصوا ليزابوني نتاعكم بالكريدي وبعد ما يخلصوش وبعد نبقى نسال منهم، لا احنا النادي الافريقي جمهورنا يقص الابوني نتاعو كاش. ما فيهاش هذه بالكمبيالات وما فيها حتى شيء، كيما تعمل بعض الفرق ما غير نسموا الاسامي، تونس كامله تعرف الامور هذه زايد الاحكام، لا نبقاو احنا لا نحبوا شكون ينافسنا في الامور بتاعنا ولا نحبوا ننافسوا العباد، راهي امورنا كلوبستيه في بعضنا، نحضروا 100 ألف، نحضروا 50 ألف، نحضروا 40 ألف، ما تعديش في حكايات ماهيش صحيحه، ما تعديش في الوهم، الوهم هذا ما حسناش بيه، نحبوا الحقيقه، نحبوا العيشه الصحيحه. احنا جمهور النادي الافريقي حاسبني انا يوم المقابله كي تحضر قدي في الملعب مع اي فريق في تونس وقتها نقول لك شابو، اما كي انا نحضر كل مقابله 40 ألف متفرج وانت نلقاك 5 ألف متفرج لهنا ما عادش نحكيو على الاشتراكات وما عادش نحكيو على حد شيرة، ولكن بالرغم من هذايا نحاول ان نطلب من جماهير النادي الافريقي على قصار الاشتراكات. صحيح راهو الجروبات بتاع النادي الافريقي اللي هما متمسكين بالفيراج بطبيعه الحال، الفيراج باش يدخلوا له كان الجروبات بتاع النادي الافريقي، علاش الشيء هذايا؟ باش هما يقوموا بالدخلات بتاع النادي الافريقي، الدخله ما تتعمل في الفيراج يلزم يكون
يكونوا بالجروبات باش يتفاهموا مع بعضهم باش ينسقوا وباش تمشي الامور بها. هذاك علاش الفيراج فيه كانوا جروبات، يعني اللي يحب يقص ابورمون يقص في البيلوز والا نونسانت ولا اونسانت سوبيريور والا تريبي دونور. البيلوز 200 دينار مش برشا. هذا بالرغم اللي سمعنا اخبار جيده اللي جمهور النادي الافريقي في الفيراج كلهم بداوا يقصوا مش تلقاو 10000 فيراج هكا هو، واش تلقاو توا ثم 6500 قاصين اشتراكاتهم من جماهير النادي الافريقي، زيد عليهم 13000 فيراج تلقاو 18000، زيد عليهم لونسان ولونسان سوبيريور والبيلوز وكل شيء تلقى خيرات ربي ما شاء الله تلقاو 25000. وبالرغم اللي الجامعه التونسيه لكره القدم طاقة استيعاب الملاعب في تونس ما تفوتش 23000، هذا رسميا 23. انت ما تنجمش تعمل 25000 ابوني وانت باش يدخلوا منهم 23 اذا كان دخلوا. هذا نحكيو في الصحيح، احنا ما نحبوش نحكيو نابورت كوا، نحبو الصحيح. جمهور الكليب راه وقت اللي حاجته باش يدخل الميدان يدخل راهو ويقص تذكرته ويقص الابوني نتاعو ويعبي التيران. راه حاشتنا اللي يحب ينافس جمهور نادي افريقيا عبي له عبي التيران نتاعو في كل مقابله من الاخر وعلى الاخر من الاخر وعلى الاخر الكمبيالات لا. وننصح جمهور نادي افريقيا تقصوا الاشتراكات نتاعكم. شون بارز ماهيش صحيحه الحكايه اللي هو تغشش على الجمهور، ولكن اشاعات خرجوها بعض من الاعلاميين يخرجوا في الاشاعات هذيا على اساس برا حط في النادي الافريقي ودز في النادي الافريقي واستانسنا بهم ما عندهم يوصلوا النادي الافريقي الى الامام. النادي الافريقي ما عادش عندنا منافس من الاخر وعلى الاخر نقولوها، انتهى زمن المنافسه هذيا ما عادش نحبوا نخبوا فيها الجمله. ثم اشياء جيده صارت في النادي الافريقي، النادي الافريقي راهو في المسار الصحيح. باتيلي مدير الفني للشبان معاه بيتونيز زوز مدربين عالميين جبناهم لكم، راهو معناها جابتهم الاداره، راهو المدربين كي من هكا النجم يكونوا فخورين. باتيلي قال انا الدور بتاعي يلزمني نعدي بلعبيه كورجيه لسنف الاكابر، بلعبيه يلزم يكونوا بالرسمي عمره 17 سنه ونص كما لامين بافال لاعب لامين يال لاعب برشلونه الطفل الصغير اللي عمره 17 سنه مع منتخب اسبانيا بطل اوروبا مع برشلونه. شوف فيه كيفاش يعبر، يعني يلزمنا بلاعبيه 17 سنه يكون كاليفي سينيور قوي عندهم يقول في روحه، وهذا اللي لازم يصير باذن الله ان شاء الله ان شاء الله تصير الحاجات هذيا للنادي الافريقي. مدرب عالمي كما حكيت لكم البارح باش يختار الاداره الفنيه للمدربين ان شاء الله يكونوا في المستوى. انتهينا من زمن المعارف دخل فلان ولد فلان ولد فلتان، انتهى. تحب الافريقي تنجح حط الصحيح، اللي كوارجي وفقير خلي يكور وندعموه ونعطوه الفلوس ونعطيه الترونسبور بتاعه وتو ينجح باذن الله، هذا هو المطلوب. النادي الافريقي عندنا سنوات ما نجحوش بعض الملاعبيه، واخيرا شهاب العبيدي كما حكينا معناها ينتقل الفريق ناسيونال ماديرا على الاقل ربحنا فيه مليار. تصوروا شهاب ما عندوش مكان كبير ياسر في الكليب افريكا بالرغم ان هذاك ولدنا وهاو ربحنا منه فلوس من التكوين اللي عملناه، ولكن التكوين هذاك فلتة من الفلاتات كيف هو كيما حمدي العبيدي، يعني حاجة صدفة تصير مش تكوين. تكوين التكوين عندنا سنوات ما لقيناش النادي الافريقي تكون ثلة مجموعة من الملاعبية كيما اللي صاروا مع فوز رويسي وعاد سليمي صبر البوهالي سامي التويتي سامي النصري الفريق بتاع التسعينات هذاك فريق قوي برشا. عندنا برشا ما كوناش المخضر قاعدين ننتجمو ان شاء الله مستقبلا يولي ثم تكوين في النادي الافريقي وتنجح النادي الافريقي باذن الله. هذا اللي نستناو فيه من النادي الافريقي. الجمهور زاد جمهور النادي الافريقي العظيم الكلهم يستناو في الاحتراز. اش عملنا في الاحتراز ضد اتحاد بنقردان؟ شو نقول لكم؟ روح الزبده من الاخر وعلى الاخر. الاحتراز باش يتم نهار الخميس الصباح، الرابطه باش تجتمع نهار الخميس الصباح في بالنا نهار الثلاثاء ولكن ما اجتمعوش، باش يجتمعوا نهار الثلاثاء الصباح ان شاء الله نهار الخميس الصباح تكون بالاجماع النادي الافريقي بالقانون ياخذ الثلاثه نقاط نتاعنا ونتعداو على رواحنا اللي بعده زي نساعدو. اذا كان ثم بعض التعطيلات ديريكتومون نتجهوا للطاس محكمة التحكيم الدولي اللي هي الفيفا، نلتجئوا الدوسي نتاعنا مريقل كل شيء مريقل الاثباتات كل شيء مريقل، حتى اتحاد بنقردان موافقين على الامر وما عندهم حتى اشكاليه. العركه بينات اثنين والثاني 80، عركه بينات زوز والثالثه شو مدخلك انت تتدخل بينات زوز علاش؟ باش تعمل الفتنه؟ ما عندكش حتى دخل. احنا وبنقردان بنقردان اعترفوا بالخطا تمشي تقدم الريزيرف ونتعداو على رواحنا التروا بوا وديما يمشي. مع كامل التحية التقدير لفريق اتحاد بنقردان اللي معترف بالخطأ و
وهذه حاجة باهية في كرة القدم التونسية بصراحة. اللي رناه الرابطة ما يزماش تدخل في الأمور هذه، سينو عندنا الحق الفيفا مادامها تخذلنا في الأموال باش نخلصوا الملعبية ونخلصوا الناس الكل، زاد احنا تخذلنا حقنا على خاطر عملنا ريزيرف تكنيك صحيح، احتراز واضح وصريح. وإن شاء الله غدوة الحي تسمع خبير به 3 بوان للنادي الإفريقي، واللي بعده المقابلة اللي بعده ضد شبيبة العمران اللي هي نهار 14، سمعنا باش تأجل المقابلة هذه 3 أيام أخرين باش تكون نهار 18، اللي هو نهار 18 نهار 14. المهم أول مقابلة باش يلعبها النادي الإفريقي بإذن الله إن شاء الله ضد شبيبة العمران بحضور جمهور النادي الإفريقي، بما أنه صارت إعفاء الموسم الفارط من الفرق للفرق التونسية في عقوبة الويكلو، لذلك النادي الإفريقي وشبيبة عمران بإذن الله بحضور الجماهير، جمهور النادي الإفريقي 40,000 50,000 متفرج، هذه حاجة عادية وعادية جدا باش تلقاوها في التيران. بالنسبة اللي يتسائلوا على الملاعبي بونا عمار، الملاعبي هذا راهو فريق الوداد البيضاوي حب يسيبه، ولكن الملاعبي هذا شاد صحيح حب يبقى في الوداد، والمدرب اللي جاء المدرب بتاع فريق الوداد قال ميسالش خليهولي، لذلك ماهوش في جيل النادي الافريقي، ربي معاه ملاعبي سلفه معاه ما عندي ما نعمل به، يا نشري ملاعبي ديريكتومو يا حكايه سلفه مع حقيقه الشراء هي لغه ما حسناش بها، يا خويا تشري لي احنا النادي الافريقي وما ادراك، نشري ملاعبي ديريكت ونخلصوا نتعدى للمرحله اللي بعدها، هذا اللي نعرفه بالنسبه للنادي الافريقي. ثم الموضوع هذايا اللي هام وهام جدا، موضوع اخير في الحلقه نتاع اليوم يخص المدرب دراغان زوفكو، المدرب هذايا نتاع كره اليد وقعت اقالته من النادي الافريقي مع مروان بالحاج، ما نجحوش في المهمه، النادي الافريقي في كره اليد اصبح في الحضيض، ينهزم في المقابله الاولى ضد ساقيه الزيت، لذلك ما نجموش نعملوا عليه هذا المدرب. وقعت الاقاله نتاعو بن صالح المدير نتاع فريق كرة اليد ذكور، هذا انتقل لفريق كرة اليد إناث، بينما ظهر لي ولد سعيد ناجي مش عارف اسمه شد مدير رياضي في فريق كرة اليد، إن شاء الله بالتوفيق ولد سعيد ناجي السيد هذايا اللي هو معناها يحب يخدم بضمير، إن شاء الله ربي يوفقه. ما تخافوش على فرع كرة اليد راهو باش يتحسن، الرميك رجع مع الملاعبيه اللي تدبناها ومازلنا باش نتدبوا، النادي الافريقي مدرب كبير وترجع للقمه النادي الافريقي، ما تخافوش عليها باذن الله غدوه الحي ناخذوا 3 بوان تاعنا، البيرت هيلاري مفاهمات على 150,000 دولار باذن الله تصير، والنادي الافريقي في العلالي، النادي الافريقي كيفاش يقولوا فاهم، الطائره تطير والبقية تنبح، ما نقولوش الكلمة هذيك خاطر عاملها حاضر في القناة بتاعي. والسلام عليكم، وختاما نقول لكم مع نبيل رجل سبور مش حتقدر تغمض عينيك، مع النادي الافريقي لا حتقدر تغمض عينيك ولا حتقدر ترمش عينيك، مع النادي الافريقي سوف نفوز بالألقاب، والسلام عليكم وفيفا فرصة السيارة.